وصلنا إلى بلدة خزاعة، وهي البلدة التي تقع إلى الشرق من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذه البلدة التي تعرضت إلى قصف إسرائيلي عنيف طيلة الأيام الماضية، وعلى إثر هذا القصف نزح هؤلاء السكان وسكان هذه البلدة إلى وسط مدينة خان يونس. ومع إعلان دخول الهدنة حيز التنفيذ، عادت هذه العائلات إلى هذه البلدة التي تحولت إلى دمار كبير بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على بلدة خزاعة. بداية، كيف شايف خزاعة بعد 47 يوم من القصف؟ شايف خزاعة متدمر دمار كامل، دمار شامل، وإحنا رايحين على دورنا والله أعلم هي طايحة ولا واقفة. لسه مش عارف وضعنا. ما بعرف. هيني ماشي. إذن الجميع هنا يتفقد منازلهم وبيوتهم التي هي بالغالب قصفت من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية التي تركزت على بلدة خزاعة وبني سهيلة ومنطقة الفرحين، وهي بلدات ريفية قريبة نسبيا إلى الشريط الحدودي مع خان يونس جنوب قطاع غزة. وهذه المناطق كما تشاهدون كان لها نصيب الأسد من الغارات والقصف الإسرائيلي الذي تواصل منذ 7 أكتوبر الماضي حتى صباح هذا اليوم، حيث شهدت هذه المنطقة قصفا عنيفا منذ ساعات مساء الأمس حتى قبل دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ. هنا العائلات تتفقد منازلها، الجميع هنا في حالة صدمة كبيرة نتيجة القصف الكبير والعنيف الذي تعرضت له هذه المناطق القريبة إلى الشريط الحدودي. لقناتي العربية والحدث، محمد عوض من شرق خان يونس فلسطين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.